السلام عليكم. بداية أحب أهنيكم بحلول شهر الخير والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله صالح أعمالكم فيه. بالفيديو الماضي عن الجنرال المنتظر النوت 20 قلنا لكم أنه سامسونج تتسابق حاليا ويا نوكيا وأوبو والجي لإطلاق نمط وثورة جديدة بعالم الهواتف. والظهر بحسب تسريبات من سامسونج نفسها أن سامسونج شاحذة همتها وحادة سنونها مثل ما نقول، ومستعدة للانطلاق والانفراد بصدارة العالم بهذه التقنية. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن أخبار عدة ومتنوعة عن الجنرال نوت 20 القادم. ظلوا ويانا. مثل ما تشوفون بالصور المسربة من عدة مصادر مقربة من سامسونج من كوريا، وجود ثلاث أجهزة هي S10 بلس على اليسار والS20 بلس على اليمين، وبالمنتصف جهاز بدون أي قطع وبمساحة شاشة كاملة وبانحراف بسيط نحو الحواف. وهذا قد يعني أنه هذا النوت 20 وراح يستعمل تقنية الكاميرا تحت الشاشة وشاشته كاملة، رغم انه النوت بعد له حوالي 90 يوم وينزل للميدان، لكن سامسونج استمر مسلسل التشويق من بداية السنة ولحد الان، وراح تستمر الى ان ينطلق الهاتف بصورة رسمية. طبعا ايضا اكو دعاية قوية شفناها وفيديوهات وتيزرات من سامسونج لمتحسسها الجديد الايزوسيل بلس. اذا تشوفون التليفون اللي يستعمل تقنية الايزوسيل بلس على جهة اليمين بالمقارنة مع تقنية الايزوسيل الحالية اللي موجودة بمتحسس 108 ميجا بيكسل من سامسونج، هذا يعني انه الجنرال نوت 20 قد، واعيد انه قد يكون اول هاتف بالعالم يعمل بمتحسس سامسونج الاحدث الايزوسيل بلس اللي يجي بقوة 152 ميجا بيكسل، اللي سوينا لكم عنه فيديو كامل تقدرون تشوفوه بالقناة من خلال هذا الرابط. وان كانت هذه اخبار غير مؤكدة حتى اللحظة، لكن بسبب الفشل اللي رافق الاس 20 الترا ومشاكله اللي راح نرجع لها فد شوية، فانا اتوقع انه سامسونج تضطر تستعمل كل ما لديها من تقنيات لإعادة الهيبة لاسمها وهيبة سلسلة النوت، وتوجيه ضربة قاسية للآيفون 12 والميت 40 برو القادم بمجال التصوير. لكن الأخبار مال الجنرال مستمرة، لكن أكو عدة أخبار زينة قد ما تخدمنا بالشرق الأوسط عموما والعراق خصوصا، لكن أعتبرها خطوة نحو الأمام. يعني تقول الأخبار أنه سامسونج قررت تستعمل معالجات كوالكوم السناب دراجون 865، لكن وانتبهوا لي على لكن، بدون دعم لل5G. هذا يعني أنه سامسونج ما راح تستعمل المودم X55 من كوالكوم اللي يدعم ال5G المنفصل، وبالتالي الجهاز راح يكون داعم لل4G فقط، ويقلل من سعر التليفون بحوالي $100. طبعا هذه النسخة حاليا موجهة بحسب الأخبار الأولية لأوروبا فقط، لكن قد يسويها الحظ وتجينا للشرق الأوسط، وبالتالي راح تكون نسخة عملية جدا خصوصا ويقرب أطلاق خدمات ال4G من مشغلي الخدمة من آسيا سيل وزين بالعراق. طبعا قد نشوف المعالج الجديد المطور من الإكزونوس 990 بالنوت 20، لكن أستبعد هذا الشيء لأن سامسونج ده تنتظر معالجات الرسوميات النافي زين من AMD اللي تنزل للخدمة خلال 2021. واخر خبر من سامسونج اليوم ويانا متعلق بشاشات الاس 20 واللي تم تسجيل عده حالات عن ظهور ظل اخضر او تنت على الشاشه من تشغلها بتردد 120 هرتز. هاي المشكله انتقلت ايضا لاجهزه الون بلس 8 برو اللي تستعمل بانلات من سامسونج. طبعا لازم نقول انه اكو تحديث هوائي بدا يتوفر لمستخدمي اجهزه الاس 20 خصوصا اللي تشتغل بمعالجات الاكزونوس، يعني بالشرق الاوسط واوروبا وغير مكان، لحل هاي المشكله. وحاليا ون بلس ايضا لازم تسوي تحديث هوائي لشاشات اجهزتها حتى تختفي هاي المشكله، فلا يظل بالكم ولاك الاس 20 المشكله مشكله سوفت وير وليس مشكله في الشاشه نفسها. شنو رأيكم بأخبار الجنرال وشنو أكثر ميزة هامة تنتظروها من النوت 20؟ شاركونا أصدقائي بآراءكم وتعليقاتكم، ونشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله.